بأن هناك من أبلغ الأمن بأنني قمت بهذه العملية، كنت سلمت الشريط لزملاء آخرين أرسلوا إلى السعودية، وعندما ألقي علي القبض لم يجدوا شيئا ولم يتأكدوا من أنني قمت بعمل، لكن في الأخير بالأمور والتجارب يستفيد منها الصحفي وأيضا المشاهد، لأن في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تستعمل الذكاء لأن تستعمل الحيل، لكن في صالح العمل أنا تأكدت بأن هذا الصيني أو الياباني لن يجري أي مقابلة مع لاعب سعودي، لكن في الأخير يبقى أنه يجب أن نستفيد من هذه التجارب وأن نوصل إلى الآخرين أنه يجب أولا وقبل كل شيء أن يعتمد الإعلامي على نفسه، يحاول دائما أن يكون دائما جاهزا لمواقف ربما سيلتقيها، وأيضا يجب أن لا يكون متأكد بأنه يعرف كل شيء، يجب دائما أن يبحث وأن يجدد معلوماته وأن يتحدث إلى أكبر منه مستوى، بهذا السبب يستطيع. من قناة NBC بلندن شاهدنا رخبة بالريش في قناة الجزيرة الفضائية الإخبارية، ومن ثم الجزيرة الرياضية، هل كانت تحكي لنا عن هذه التجربة؟ أنا في البداية كان في مشاكل مع السعوديين في مباراة السعودية وفرنسا 4-0، الإخوة في السعودية منهم أمراء أبناء الملك، ظنوا ارتأوا بأنني أنا كنت ضد السعودية وكنت مع فرنسا لأنني أنا جزائري وزين الدين كان يلعب وزين الدين ضرب سعوديا وأنا لم أعلق بالطريقة التي كانت ربما منتظرة منهم، كنت إعلامي وتحدثت إليهم بلغة الإعلاميين بأن يجب أن لا نفكر أبدا بأن الإعلامي ممكن أن يدخل يشجع فريقا على حساب فريق آخر، وحتى تحدثت إلى هؤلاء الأمراء في باريس وفي الشانزليزيه، التقينا في ساعة من الليل، وهذا ما لا يعرفه كثيرون أيضا بأنني رفضت أن أواصل معهم لأن كانوا يظنون بأنني أنا لم أكن مهني في تلك المباراة لأنني فضلت فرنسا على السعودية مهما يكون، اعترفوا بأخطاء فيما بعد، لكن كنت قررت أني سأرحل ورحلت إلى قطر، بدأت أولا في التلفزيون القطري، كنت مديرا في التلفزيون القطري للشؤون الرياضية، بعد ذلك طلبت أن أكون في الجزيرة، واشتغلت أيضا قبل الجزيرة ذهبت إلى أبو ظبي، اشتغلت في أبو ظبي في تلفزيون أبو ظبي الرياضية، كنت مكلف بالدوري الإيطالي، بعد موسم الذي جلبني كمدير عام، كان هو مدير عام جلبني أقيل أو استقال أو فقدمت أنا استقالتي وعدت إلى الدوحة بعدما علموا بأنني استقلت، طلبوا مني أن أنضم إلى الجزيرة السياسية وانضممت، وكنت أقدم برنامج بعنوان بروح رياضية، أولاً ثم غيرت البرنامج بطريقة أخرى فأصبح كواليس الرياضة، إلى أن قرروا أن نفتح الجزيرة الرياضية، فكنت من بين المؤسسين الثلاثة أيمن جالا السوري يوسف سيف قطري وأنا، وعندما بدأت طلبة القناة طلب مني أغطي أمم أوروبا في البرتغال 2004، التغطية كانت رائعة ومميزة، بعد ذلك طلب مني أن أكون مديرا للرياضة في إسبانيا في 2004 بعد نهاية اليورو 2004. الأخضر بالريش هو مدير لمكتب قناة الجزيرة بإسبانيا، ما هي التحديات؟ التحديات كثيرة لا تنتهي، الصحفي إذا لم تكن له تحديات فينتهي، يجب أن تصنع لنفسك تحديات، نحن التحدي القادم إن شاء الله سيكون أمم أوروبا 2012 بعد أول الألعاب الأولمبية أيضا في لندن، وأيضا لدينا برامج كثيرة إن شاء الله لا نستطيع أن نكشف عليها الآن، لكن فيها أشياء إن شاء الله ستمتع المشاهد العربي والأولمبي والجزائري أيضا. قناة الجزيرة الرياضية أصبحت الرائدة في مجال الإعلام العربي الرياضي العربي وحتى الدولي، ماذا تقول لنا عن ذلك؟ هو إذا توفرت الإمكانيات والمادية أولا وأيضا العقول الناضجة وأيضا الإعلاميين المهنيين المسيرين أيضا، أنا هي عملية فريق وليس شخص واحد، ممكن أي دولة تشتري هذه الحقول تجلب نفس العقول أن تحققها
الشيء، لكن تجربة الجزيرة ليست في الرياضة فقط وإنما بدأت بالسياسة، تجربة رائدة. ليس هناك حالات رياضية فقط، هناك اقتصادية، هناك أطفال، هناك أيضا بالإنجليزية، قد نفتح قريبا بالفرنسية قناة خاصة في باريس بي إن عنوانها. فالتجربة كبيرة أكبر مما يتصور الكثيرون، لأن هناك عمل قاعدي وخفي تقوم به دولة قطر في هذا المجال وفي مجالات أخرى استثمارية أيضا، مثل ما بدأ الاستثمار الآن في الأندية الأوروبية التي تعاني من أزمة اقتصادية. نعرف الأخضر مريش مذيعا معلقا ومقدما للبرامج الرياضية، ماذا يفضل الأخضر مريش؟ وبحديثنا عن التعليق، ما هي أفضل مباراة علق عليها الأخضر مريش في مشواره؟ كثيرة كثيرة، من نهائي كأس الجزائر إلى أي سنة نهائي كأس الجزائر؟ 87 في مباريات المنتخب، أفضل مباراة بالنسبة لي المنتخب الجزائري كانت أمام الأرجنتين في برشلونة، كان المنتخب لعب مباريات كبيرة، لكن بعد مرور سنوات لم أعد أهوى كثيرا التعليق، لأن أصبحت هناك مدارس كثيرة في التعليق الآن، مجالب مختلفة، هناك من يفضل صورة أخرى، من يفضل الهدوء، هناك من يفضل التعليق الفني، هناك من يفضل المشاركة بمحلل في نفس التعليق. مدارس مختلفة من البرازيلية الأوروبية الهادئة إلى آخره. كان أرى نفسي أكثر الآن في المقابلات والاستديوهات أكثر. بعد 30 سنة. تفضل تقديم برامج إذا بعد 30 سنة من العطاء. من الشخصيات التي قابلها الأخضر مريش الكثيرة طبعا أثرت فيه؟ رياضيا. أظن جواو بلانش. كان مؤثرا وايضا كان رجلا، اولا تحدث فرنسيا بطلاقه بالنسبه لبرازيليا، ايضا انه مارس كره القدم، وقف ايضا بجانب الاثارقه، طور الكره كثيرا في افريقيا، ايضا من بين المؤسسين لكثير من قواعد اللعبه في كره القدم، وفي نفس الوقت ايضا لم يكن منحازا الى بلده الى برازيل، كان رئيسا لكل الاتحادات العالمية وليس للبرازيل، كانت له مشاكل كثيرة مع البرازيل وخاصة مع الأرجنتين ومارادونا. كيف يقيم الأخضر بريش الإعلام العربي الرياضي بصفة عامة؟ يعني بكل قنوات التي يحويها الإعلام العربي الرياضي الآن؟ الإعلام تقدم كثيرا في العالم العربي طبعا بوجود الأقمار الصناعية، شاهد كثير من البطولات، كثير من البرامج، كثير من القنوات والمحللين والمعلقين، لكن يجب ان يكون اهتمام اكثر باللاعبين القدامى الذين يمكن ان يقدموا شيئا اضافيا في اللعبه من طريق التحليل الفني لكي نصل اكثر الى الجمهور، وخاصه في الجزائر هناك اهتمام كبير لنجوم الامس، يجب صحيح ان نستفيد من هؤلاء ليس في التدريب فقط وانما حتى في البرامج التلفزيونيه والاذاعيه. ننتقل للسؤال الأخير، ربما نصيحة لي ولكل زملاء الطلاب الذين يدرسون في هذا المجال، أقصد الإعلام طبعا. نصيحة هي أن تبدأوا دائما من البداية، أن لا نصل أبدا في هذه المهنة، هي بالفعل مهنة المتاعب، لكن هناك أيضا مدى خاص من هذا التعب، عندما نحقق الأهداف يجب أن نحضر دائما، أن نعمل دائما، أن نستمع أكثر مما نتحدث، خاصة لمن سبقونا في المهنة، وبالتوفيق للجميع. كما أنتم أعزائنا المشاهدين، فنرجو أن نكون قد وفقنا في إبراز الجوانب الخفية ربما من حياة نجمنا. نلقاكم في هذا اللقاء المقبل من برنامجكم أمسية النجوم، ومن هنا إلى ذلك الحين، سلام.